تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل فخاد الفراخ المشويه. معايا الجريلا بتسخن حاططها من البدايه وعايز درجه حرارتها عاليه جدا. لما تيجي تفكري تعملي تشوي برجر، تشوي فراخ، تعملي شاورما، في حاجات كده صغيره لازم تهتمي بيها. ايه هي يا عم الشيف؟ اشتري من المصروف جريلا او الحاجه اللي هشوي فيها الطاسه تكون معدن سميك، معدن زهر. الزهر هو اللي بيحتفظ بدرجه الحراره فتره طويله، يقوم الحاجه تستوي من غير ما الصوص بتاعها او الجوس بتاعها او دمها او الميه اللي جواها تنشف. لما اجي اشوي برجر او اشوي فراخ او اشوي لحمه او اشوي شاورما ايا كان، لازم احافظ على الطعم اللي جوه، مش الحاجه تنشف، او كبده مش الحاجه تنشف والاقيها في الاخر حته سفنجه بلا طعم بلا لون بلا شكل. هي الزهره بتسخن هنا زي الفل. انا ما قلتش عن اسم ولا حاجه، انا عايز اي زهره معدن، وده بتصنع في وسط البلد او بتشتري جاهز. هناخد الفراخ دي نتبلها مع بعض دلوقتي. هنتبلها ازاي؟ تفاصيل صغيره. المقادير على الشاشه. تتبيله الفراخ مع بعض. حاضر يا فندم. تتبيله الفراخ مع بعض. هنجهز الكبه الحلوه دي كده ونحط بقى الايه الخلطات فيها. شويه اعشاب حلوين، بصلايه ناعمه، تومه ناعمه. حلو الكلام. ادي الاعشاب بتاعتي، ريحان اخضر. المقادير على الشاشه. روزماري البدايه، شويه اعشاب حلوين، افخاد من الفراخ، وبهاراتنا ملح وفلفل، شويه بقدونس حلوين، وده روزماري، زعتر، ريحان، الحاجات اللطيفه دي على فكره بتدي طعم وفليفر حلو قوي. عود ريحان حلو من اللي بيتعمل منه صلصه البيستو. ايه هو البيستو ده؟ ده عنوان المطبخ الطلياني، عباره عن ريحان اخضر، لوز يا مزاجه اللوز او صنوبر او فول سوداني. بيقولوا لي يا شيف مغازي يعني ينفع تقول فول سوداني مع صلصه الطلاينة يزعلوا؟ ايه المشكله؟ والفول السوداني ده يعني قيمه غذائيه بروتين لطيف وجميل وفي متناول الجميع. نجيبه نقشره ونحمصه ونطحنه مع الريحان ده وشويه ثوم ونحطهم في البرطمان. ايه المشكله؟ زي زبده الفول السوداني كده، قيمه غذائيه عاليه جدا كده. كل التوابل مع بعض. عود بقدونس حلو، بس خلينا نشغل الكبه دي عشان صوتها مزعج. بعد اذنك اخلصها، بس نخلص منها كده عشان نكسب وقت. بس خلاص خدنا الخلطه دي. هناخد الزعتر ده كده مع التوابل. حلو الكلام. حطيت الخلطه. يهمنا الخلطه دي عباره عن ايه يا عم الشيف؟ تاني زعتر، روزماري، شويه ريحان، التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا. لقيت عندي شويه بردقوش موجود معانا، يعني كل الاعشاب اللي عند العطار هاتيها. حطيت زيت زيتون. الخلطه دي فيها مكعب زبده عشان هو ده اللي مخليها ماسكه القوام ده كده اهو. شفت الخلطه دي زي الفل. دي خلطه الاعشاب بتاعه المغازي. اكتبيها بقى كده وحطها على باب التلاجة لما تفكري تشوي جوانح فراخ ولا افخاد فراخ، تشويها بالطريقه دي. اللهم صل على النبي. دي لازم اشيلها عشان بتخوف الاطفال، لان بعد ما بتستوي شكلها ما بيبقاش عاطفي خالص اهو، مع الافخاد بالذات. واشيل ده من هنا وناخد الفراخ يا عم الشيف بالسكينه الصغيره دي، نفتحها من بعضيها. معايا جريلا بتسخن، فرحان بيها. الفراخ مش هتقعد 10 دقايق الا لما تستوي. واخد الفراخ كده. طبعا انا هشتغل في ايدي، انت تعمليه ازاي كده؟ اعملي كده انا بس عشان اوريها للاساتذه المصورين والمخرج بالسكينه كده. انا هقطعها على البلاش عشان غلط ان هي تمسكها بايديها، بس انا بوري للساده المشاهدين تقطع منين. الفتحه دي مهمه جدا، الحشوه هتخش جواها. حلو. نيجي هنا كده على عينك يا تاجر. بسكينه صغيره من عند الايه؟ المفصل، عشان ما نلاقيش فيه كتل دمويه متجمعه. شفت الفتحه دي مهمه جدا. وهنا كده. بسكينه صغيره ونحطها هنا تاني. انا بحب قوي الفخاد الفراخ المشويه. الصدور ما بحبهاش على فكره، حتى لما نبقى عاملين ملوخيه اكل الورك بتاع الفرخه والفخده، ما بحبش الصدر. مش بقول لكم انا بحب ايه؟ والشيش طاووق نفس القصه، عشان كده بحب انا الايه؟ الفخاد دي مشويه حلوه قوي على فكره. نفس الطريقه اهي، امسك كده الحشوه احطها هنا كده. امسك الفراخ كده بعد ما تتغسل. بالجلد، انا عايزها بالجلد. ما هي الجلده دي يا غالي بتاعت الفرخه دي، فيها ماده دهنيه لطيفه
هتساعد على ان هي تغذي الفرخه دهون وقيمه غذائيه، بس اهم حاجه نغسلها كويس. نغسلها بايه يا عم الشيف؟ بليمون وقشر ليمون، قشر برتقال، معلقه دقيق. حلو اهو. ونعمل القطمه دي، شفت القطمه هي دي؟ شفت الحركه هي الحركه دي تاني؟ اه بص هي دي. اه بص اه بقى زي الفل، بتدي شخصيه للورك. اه بص اه بتخليه تاخد شكل كده وما تكشش. اه كمان نفس القصه. اه القطمه دي زي الفل تمام. هناخد الفراخ بعد الحشوه دي تمام زي الفل. اه اللهم صل على النبي. بص عليها كده ودلعها لي بقى. ادي الفراخ ممكن نتبلها ونحطها في الثلاجه ساعه زمن، تبقى لطيفه وجميله. ده مهم جدا على فكره. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ الزهره سخنه جدا، كل القصه دلوقتي بحط معلقه زيت صغيره كده ووزعها على الجريله بتاعتي، مش كتير علشان ما نولعش في المطبخ. اللهم صل على النبي. تاني تشوي فراخ، تعملي شاورما، تعملي برجر، ما تبخليش من مصروف البيت، مش تكونش ليكي حجه. تجيبي شوايه او جريله او طاسه سماكه المعدن بتاعتها قويه، يفضل تكون مصنوعه من الزهر. علل ولماذا الزهر؟ علمونا في المدارس زمان الزهر يحتفظ بدرجه حرارته فتره طويله على النار. حلو الكلام؟ اه. هناخد صدور الفراخ او الفخاد نشويها مع بعضها. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الريحه الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ خش جوزك بقى لك بتحمر الفراخ ديت يعرف ان في رساله هنا، والحدق يفهم رساله حب. طعم تاني وشكل تاني وهنخلي الحشوه دي الله عليك، هنخلي الحشوه دي جنبينا هنا زي الفل عشان نشرب بيها الفراخ من وقت للتاني. الشيف المغاز بقى بيحب يضيف دايما تركاته. بص على الحلاوه، بص على الشهاوه. هو ده هو ده، هي دي الشهاوه. اه ونقلبهم كده ونخليهم على جنب. اه تاني. اه اه صوص طماطم اللي عندها الفراخ المشويه بتفاصيل صغيره، تتبيله الخلطه هجيبها تاني لحضراتكم معايا هنا. كل القصه ان انا حطيتها في بوله تانيه. اه بص عليها بقى، ضفت لها حاجه كده وانا طالع الفاصل. خرجني قال لي نوه عنا ان انا عندي صوص طماطم تعبان عليه. يعني ايه تعبان عليه؟ يعني بديله نكهه، بديله طعم، متسبك على النار جاهز، خدت منه شويه يشارك في الطعم والجمال. اه بالشكل ده كده. الفراخ هنا عطشانه، قال لك عطشان يا سمراني اسقيني ايه؟ محبه. اه الفراخ تشرب من ده. تقوم الفراخ هنا لما بتقعد على الشوايه فتره طويله، عشان كده بقول لحضراتكم نجيب المعدن السميك، والمعدن ده يكون زهر. اه سخنة تنام. وعلى فكرة ممكن تقدميها في نفس الايه الزهرة دي. اه اه لسه ما خلصتش. الفراخ دي حكاية، حكاية وفيها رواية وفيها حدوتة. الله زي الفل. كل القصة معايا زبدة بقى. هعمل ايه دلوقتي؟ بحط كده على الفراخ من فوق. خليك انت احسن مني بقى، وهاتي زبده حلوه كده 2 كيلو ولا حاجه، وجيبي شويه اعشاب من اللي كانوا معايا من دلوقتي كده وفرموهم على الزبده وهي نيه بدرجه حراره المطبخ، واعملي منها عجينه. حطها في ورقه زبده او ورقه سلفر او في اكياس بلاستيك اللي هي بتاعه الثلاجه، وحطهم في الثلاجه. بتشوي برجر، بتشوي لحمه مشويه، بتشوي ستيك، بتشوي فراخ زي دي كده، تطعم منها شريحه. الزبده فيها اعشاب وفيها فليفر وحلو. ايه الصوره الحلوه؟ انا مش متخيل ان انا اللي عامل الصوره الحلوه دي. ايه الجمال ده؟ لما بقول الصوره تعني مليون كلمه عندنا وبس على شاشه القناه الاولى. ايه الحلاوه دي؟ العب. الزبده دي طبعا هتخش النار دلوقتي، هتسيح ونشوفها بعد. الكوسه، اخبار الكوسه يا عم الشيف، ايه الانتاج بتاعك؟ العامل في مصنعي، المهندس في مصنعي، كل منا ينتج بطريقته، الشيف في مطبخه ينتج. المهاجمة عشان نجيب جون، مش مهاجمة شرسة. العب. ايوه ده لسه كمان لما تخش النار والزبدة دي تسيح ما اقولكش. العب هو ده. ولا وبتغلي على النار وجاهزة، والفراخ متشربة بهريز وصوص وحاجة لطافة، والكوسة حكاية. تمسك الكوسية من دي بتدوب دوب، خلطة فيها حتة زبدة من جوه، فيها لحمة، فيها رز، فيها توابل، فيها شوية حب. العب. ايه ده؟ ده والله ما عايز اشيلها، انا عايز اخلص الحلقه على كده. نخلص الملاح ونجري ولا ايه؟ ايه الحلاوه؟ هو ده. اهو
لما بقول لحضراتكم وبهزر وبقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد، عشان أحبب حضراتكم في المطبخ وليا هدف، يعني إن أنا بنبقى صحيين الصبح مش عايز أخش المطبخ أعمل أكل وكل يوم مطبخ. يا أختي كل يوم مطبخ، ما هي الحياة كده، إحنا عايشين ناكل لقمة حلوة نضحك في وش بعضينا، كلمة الحلوة التليفون، تعالي معزومة يا حماتي، معزومة يا ماما النهاردة، جوزي قاعد في البيت النهاردة اشتاق إني يشوفك، وهكذا من القبيل والكلام. وبعدين نعمل الأكلة الحلوة، كلفنا ما كلفناش ولا حاجة، إحنا كلفنا حب، كلفنا اجتهاد، كلفنا مجهود، مجهود معنوي، مجهود كلمة حلوة، إنما التكلفة المادية للأمانة كلام فاضي. عشان نتكلم الصراحة يعني، لا جبنا الديك الروم المتكتف ولا جبنا الفخدة الضاني، هي فخد فراخ فرختين قطعنا الصدور موجودة عندنا هنعملها في يوم تاني، وادي اللي فخد وعملنا تكنيك عالي ولطافة من الشاوي اهو بالشكل الشبيه اللي حضراتكم شفتوه، ومعانا الكوسة المحشية جاهزة للأكل. هعمل دلوقتي سلطة الطحينة علشان عدل الأكلة بتاعتي اهي، هتدخلها الفرن، اللهم صل على النبي. عايزك تنظر لها النظرة الأخيرة الحلوة وهي في الفرن، ايه الجمال ده؟ لا هتبقى شكل تاني بعد ما تطلع من الفرن على فكرة، بس سيبها كده بتاع 5 دقايق بالظبط.